بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. بندرا مصيب جول بدول أهل السنة الجماعة، وشلنا من جورا مصنفهم يجوريهم يتجول بنقول فوف نقول فوف سلمنا ما جورا من بلتنا ما ومن بسما ما كدي جون دميدن نايبر جون دميدن كفاتي الإمامة الأغمى اللي يوم باتيه بتند تيتون ده حند نجل من جهات كتو مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمة الله عليه جزء مودم شابانتاتي جوي ونمجلل شابانتاتي جوي حسب طبع مجيمي مين ونمكتبة الصفا كيبتن هوري أولو جزء والهوري أولو مجلد تابين دوني بن تيمية رحمة الله عليه وحالة كفاتي المسألة أولو قنالم قويتي الخلافة والملك يلا كنا ندين كده وقتال أهل الباغي يكون ندين السياسة الشرعية من قندر دنيه لمن هذه رسالة مستقلة مولي بني من تتوانا ندير مجموع الفتاوى مجموع الفتاوى من قندر دنيه كمبيارك كل الصيد في جوف الفرح يكو هي كو رسائل جما تويد مولا بني غاتا وانا تون هنبو على مجموع الفتاوى يدا دفت بني دفت تقواسي تنتوى دفت الفول مولا بني توجيدان مجموع الفتاوى نيوم ننوافف قويل وكانكو شيخ الإسلام قدس الله سره ويف هذه قاعدة تشكل دي الدين الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه هاجسي وي أما بعد فهذه قاعدة مختصرة في وجوب هدوم طاعة الله ورسوله إنك قاعدة دبكينا بني كون ونستمعنا ونهي في وجوب كوفات نكو كوفات يدو أفتاري ويهار كوفات يدو أفتاري وقد ذلك يدو أفتاري جمرة سبحانه وتعالى يدو أفتاري صلى الله عليه وسلم في كل حال كلا الحال على كل أحد وقد ذلك كديدو كلا قوت نعرف فين وقد يدو أفتاري الله إن لا دو الله كلا الحال ويو أن ما أمر الله به ورسوله من طاعة الله من طاعة الله وولاة الأمور ومناصحة واجب وانديك الله يامركم إن لا دم الله إن لاكم بجامركم هدوم دو افتادي الله هدوم دو افتادي ولاة الامور وان اردي بجول ببه ومناصحة ملا بند بين ديدي يجب انكو كوادي وغير ذلك ايتانا دوم من الواجبات يقل بادي دا قوادي وبي قال الله تعالى جمرا دوئين ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا هو أدد الآية أول آية سورة النساء أدد أمانات إلى أهلها فرتو كد كوالاجه وكد كوالاجه جوم إنها تمر كدهون فحك غرف حك محتم سو أن يابي حكني مكادنون دون هاكو هات آية أحد وأدد آية قد جمرة سبحانه وتعالى جونة سورة النساء آية جدي كان جين دقون ديري يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأن عائشة بن قد أنو وأن عائشة بن جويجيات يمر أدم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إيهم أن نقوم دفت دي الله دفت دي الله دفت دي الله آية وأولي الأمر منكم دفت دي الله أولي الأمر الأرضي بمؤدن جوجي بفياك مؤدن قلائي أمراء هاي علماء ون اللام بإسيرنا بموبه هو بدين بي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم فولن ريهون لورديهون ندتد مع الله دوم ندتد من الله على صلى الله عليه وسلم إن كنتم تيكي واللاتي ما تؤمنون ونقومن بالله واليوم الآخر على مدرجة ذلك خير وأحسن تعبيلا ودمون ونده كنون برمؤمن كنون برمؤمن فف هو تردي رطر دون التعبيل سابوك رط هو تردي هون يتي أولو yo rutor de ko do woni ko buri mojjide rutor de ko nawtede to Allah en laal mo so hunde fodo ndiraamo to nawtete nawtete ko to Allah nawtete ko neda Allah so majji so en lurde no ko ni nyaawirte walla ko ni nyaawirte hoto nawtete dum yo nawtete ko to joomira subhanahu wa ta'ala nawtete ko ne laal sallallahu alaihi wasallam nawtete to joomira de ko nawt ko nawtete to deftere makko yewodi to nyaawode dem
nyalaade waktu mbo wuunde wuurinde baaɗo fof yottaade mo yottoto mo namno mbo waawa o e walla caggal ɗum yimɓe nawtata koto sunnaniraaɗo sallallahu alayhi wa sallam. O wi kanko ibn taymiyata fa amara llahu lmuminina jomiraɗo yamiri juulɗo, saabu jomiraɗo sinndi ɗum ko iman kontum tuminuna billah, non ko iman sinndir masala on waɗi khatir jiddan jiddan noddago ngo wonno kom ya ayuha alladina amanu ɓen kaldete no gasirde ayo kadi woni ko in kontum tuminuna kadi tawi kadi oɗon gonɗine ko iman haaleteɗo. Wala iman sa yi ɗum cahen tan wiyatma ko muuɗen eyo jeentum, sa yi ɗum Allah wi ma ceerno wi, sa yi ɗum ñalaɗo wi wima politicien wi siyasi wi oya wima oya wi to añi fof ko huccinede e deftere Allah e sunnaniɗa sallah alah sallam. Noon Allah fewnata ɓerɗo yo Allah fewni men. O wi kanko cheikhul islam fa amara allahu jumra subhanahu wa taala yamiri bi taati e ɗoftade ɗum wa taati rasuli e ɗoftade nelaɗo mum wa ulil amri minhum e ɗoftade uli jumen fiyake e maɓɓe kama amarahum hono no yamiririɓe an yu adduna ɓen ko dokkata noɓe tottata amanati koolaji ɗe yiɗa haala jomumen wa ida hakamu hono no yamiriɓe kadi soɓe ñaawi baynana sakkuniɓe an yahkumu nde ɓe ñawirta bil adli nunɗan wa amarahum jomiraɗo yamiriɓe kadi ida tanasu soɓe poɗodiri fi sheyin hunde an yaruddufu ilallahi wa rasul nde ɓe nawtata ɗum mi jiilo ñawar nde to Allah mi jiilo ñawar nde to nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. وفي قال العلماء عندو بي الرد الى الله نوتو ديت الله هو الرد الى كتابي كو نوتو ديت دفتر مكو اكو جومل سبحانه وتعالى والرد الى الرسول بعد موتي نو وني نو رتو دي رتو دي نلا صلى الله عليه وسلم نوتو ديت مكو يليو نيا وارن دي اي وشا غاندي وسانكي هو الرد الى سنتي كو نوتو ديت سنه مكو يليا دي سنه. وفي قال الله تعالى الذي كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين يمي قلنا كلين القوت كوي دين قوت قلنا فيرتي شغل دمي لورد ونمبرت يعني يمي في تقول آدم هكون آدم ينوح كو قرنوجي سب ونقول دون يمي فون قلنا كوي دين قوت كيفير على هانو دي سنة يمي أن ابنوه كمناني كيفير دون أن ابنوه نلايم كان الناس أمة واحدة يمي قلنا كوي دين قوت فوف كوي دين فطرة من قلنا فبعث الله النبيين في تشغن نبي لوره جم الله سبحانه وتعالى نيل ديبي ان لاب مبشرين ومنذرين بالتن مؤمن بن جيرتن بنوب وانزل معهم الكتاب اللي جيب ديني ان لاب وادي ما به دفت به غاردي دفت وني الكتاب اسم جنس انزل معهم الكتاب بالحق من دغوغ لي يحكم بلا دفتر دين نياو بين الناس كوني في ما اختلفوا فيه كبي لورو ديريكو وما اختلف فيه إلا الذين يلور نيران هن إنسان بهم أوتوه أدنى بدون من بعد شغل ما جاءتهم البينات ولهم شغل بين جار ما دليل ذلك قد بغيا بلور تانك بور بغي تان بيورة ولد بين ما كنا مبين فهدى الله على نفيد الذين بين آمنوا قومين بدون ما اختلفوا فيه كبلور دون يموت من الحق على فيون بين جيت قوانا بإذنه إحاجان الله والله الله يهدي وحنلو ونفيرت فيون من يشاء بهاج إلى صراط الله المستقيم بوشنغول. ويكن ابن تيمية فجعل الله الكتاب الذي أنزله هو الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وي الله دفتر اللي جيبيني دي يم بي بيكون دي مون نياوار حق دي مبا دفتر دك نياوا تونو وي ما تونو وي ما كون كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم حكم وكل يحكم كتاب نياوا ويا اللي يحكموا دو على دو ويكو اللي يحكموا في تلك دفتر خير وني يا وره بينهم بين الناس كي هكون يمبي من ابن تيمية فجعل الله الكتاب الذي أنزله هو الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه يقولون كفات آية القرآن دو أدي دو كو يلتن در آية دي كو يوم وي جمرة سبحانه وتعالى أمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها يدم آية دي وإذا حكموا بين الناس يحكموا بالعدل يدم آية جدا وأمرهم إذا تنازوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول يدم آية جدا يو آية جاروج قلنا له وإن آية جون هنا كان دويد كان ولا آية مريون هنا كان في بنت ميتة وتفهم دويد هنا تبعني سورة كان كوكاي آية قلنا بوأديك كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين تسورة البقرة يونن ngarten e hadisaji ko fati mas'ala ko addi do kanko ibn taymiyya rahmatullahi alayhi ina ko manhaji mbo yahamay mum ko ibn taymiyya te ko halata ko jaati ko dum yahamay
yimɓe so fonodiri hunde yo nawte to Allah nawte e nelaɗo Allah, kanko hoore makko ɗo o yiɗi addande makko ayeji Quran tawa ruddu ilallahi e war rasul o fuɗɗi rewnide hen hadisaji, joni o addama hadisaji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. O wi wo fi sahihi muslimin, arita sahihi ma muslim an wa gayrihi etana muslim, fi sahihi muslimin wa gayrihi etana muslim muslim etana mum. عن عائشة قال عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي بالليل يقول اللهم رب جبريل دعاء من غنو دعاء رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أولو دعوني رأسو إمنا من جول جمع أولو دعوتنا أولو دعو so immi ma faye julde jamm, so hejjitima e julde jamm. Hadis wari to sahih muslim jewteme jeɗɗi chafanji jeɗɗi. O wi wo fi sahih muslim hajun ari sahih muslim hadis ne sala sanani wiya fitu ñagadal yo Allah hordi ɗum pewal ɗum woni ɗum ñagadal faami tigi hadis ko du'a ko halata ko ko lura ko foɗodira ko ñagadal yo Allah hordi ɗum e pewal Allah hordi te sawab. وفي صحيح مسلم هاجون أري صحيح مسلم ودي حديث تميم من الداري رضي الله عنه ويقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولا حديث كريم قندو داو ولنصيحة ولله ولرسوله ولكتابه نصيحة لله الله يدفتر من دين الله وأردي بجلبه ardiɓe aimmata lmuslimin ɓe goni mahallu shahida ɓe goni ɓe gonɗen mum joni e guila e umara ha e ulama wa ammatihim e dendangal juɗɓe foof e ko wajibu nofsa wajibe juɗɓe nofsodir hakkunde mumen e woni laaɓodira deedi laaɓodira ɓerɗe. O addi kadi hadis goɗɗo wi wo fi sahihi muslimin ha joni hadis garɗo sahih muslim kadi an abi hurairata radiallahu anhu ani nabi sallah aw sallam qala إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم. وإن الله صلى الله عليه وسلم في حديث ورقة موسى مسلم توكو أجنر تيمجي سبو جوي صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى لكم أولنا من ثلاثا ولا أولنا من ثلاثا تتجر تتشر أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ندعوتهم في التوحيد هو دين جمع سبحانه وتعالى جوا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا كون دينة باس سيرتد ولا تفرق ولا تفرقوا نجوم الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آية جرال تتبال نلك أن تناصحوا من وله الله أمركم كلام بأل أردين فياكم دين لابتهم بدريد لابهم برند بل لهم بمؤين دونغمكم ya suwat ko anduɓe suwat ko ɗum e laamɓe wantunasihuman wallahu llahu amrakum. Yo noon jennowoɓe dow mimbaraji yo tinɗum yo andu ɗum nelaɗo ko noon wi nelaɗo wi ko inna allaha yarda lakum thalathan an tabuduhu ana ceerɗuma fo mbalonoɗo hadis o yo ɗum no saɗi ganda ɗum أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم. وفي السنن وفي السنن أري سنن دفت سنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله وهذا حديث سنن أبي داود سنن الترمذي سنن ابن ماجه الألباني سلني رحمه الله في السلسلة الصحيحة يو يامبتون سلسلة ألباني تون حديث تيمن ني ني يو حديثك حديث ابن مسعود كحديث زيد بن ثابت رضي الله عنهما ابن مسعود كزيد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة نضر الله امرأة كدو أنا لهم نضارك كتير قول بقيت قول فيرتي كدو يا الله هكذا يس والله يا الله هكذا بعدك وجوجر هال دك كم النبي صلى الله عليه وسلم وين نضر الله امرأة سمع منا حديثا ودوني أن عن نندوي مك بحديث كان كنيلا نندوي مك هذا فبلغه إلى من لم يسمعه يتهالك يتنو يدهم يقدم بنانه ويفرب حامد فقه الى من هو افقه منه هيوي ربنا وانا هيوي وانا فهمدي ايوه وانا هيوي ان وانا تكسير ان وانا تقليد ايوه سمبير دي هيوي بين هيوي دوني دو فقه
tawa noon hoɗum e won hoɗum faade ɓurɗo mo famde baade dondiɗo gandal firti faade ɓurɗo mo famde kadi gandal ngal, walla o rokka neɗɗo hoɗum e kanko dondiɗo so yettini goɗɗo tawa on ɓurata mo famde ko rondi ɗon ko kanko oɗon. Wi wa rubba hamidu fiqin gayri faqihin, heewi dondiɗo ji gandal tawa famani, ko hadis wino heewi dondiɗo gandal tawa hoɗum famani. ني هوتنا نفقه تنشيكا كل أخضر حالة والد ابن عشير والله عشماوي والله المقدمة العزية سراج السالك صل المسالك وانا ديدا فقه كان ينفرتان نكو فروع ويته هاي سألين نجند نفقه فروع ويته فقه جانا ايوه فقه كالت يدو القرآن ولا كالت يدو السنة نجوم الأسبان تاريوية فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقه في الدين وانا يبنى نقول أخضر على فرتان الأخضر جانا تاكن بوني انا يا كان بوني كالي كنون كونغون جدا فمينت كونغول فقه سايدهم حديث سايدهم إيه در القرآن كونغول فقه دي قوم يفقهون كنن دي انجل اندو ونا مصطلح فقهاء كارت ونا اون ونا اون ستنسوك لا كونغول فقه نبوري دون ياج نبوري دون ياج فام صفة عامة يو اندو دي افهم دي اندو هون تاو فاماني دي اندو دي افهم دي كو فاموني كالمو هالتكو نوادي دو اوضا حديث أو يورب حامد فقه هدوم غير فقيه وبي ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم وين وانا يغل إن وانا يغل جد فوق وبي ثلاث كان كدوكو يغل كانكو ابن تيمية كدوم الدفاعي تيدو كدو بفتح الياء دو أيه ولا غين فوف وبي ثلاث كنون جنگ الحديث وجيش جد فوف ثلاث حديث أبي ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص الأعمال لله ومناصة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم والأنبياء ثلاث هاجون كحديث عنقوت حديث نضر الله إمرانه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص الأعمال لله ودوم مناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم حديث هذا يبيك قدتت برنجول واو عنجل en goddi ko qalbu mu'minin ayo bernde jogido iman wa wa anjede gede tati holi dia ko ikhlasul amali lillah wal labina de alla golle ko gollata fo gollirde sabu allah wa munasati walati al umur e la bande ardibe redu wala bande be bernde e gedal gongal tata ba uluzumul jamaa e nib de demtal julbe wita jamaatul muslimin nib de demtal julum فإن دعوتهم تحيط من ورائهم سبو يدعو جماع بهدوم إن نقول نبي سياج إن نقول نبي قرياج إن نقول نبي حسن شغل ما بفرت من فيلتي بين رينا بفرت حديث ابن تيمية في ويغل بالفتح والمشهور تو فتح ويغل تو بين فتح ونفتح الياء من بيا يع تو يعني يو سبو يغل نسل يغل كدين سل يجد جنتهم يجد غرفة يجي معنا ويغل بالفتح والمشهور الأمور أمونك لولكو ويقال غلا هدوم صدره غلا صدره غلا ويكون ونون برمي فسيرتني من غليان إذا كان ذا غش وفيرت إذا كان ذا غش تيجوم وني جم هد يعني تبي وني جم فتوه وضغن وني جم غنجو وحقد وني جم غنجو هاجون أي قلب المسلم وفيرد حديث وندي قلب بيرند جولد لا يغل أنيته على هذه الخصال والتي يهود تاكو ديدو جنها الثلاثة تتي تعالى ديدو وهي الثلاثة المتقدمة في قولي من جل تتي جاوتو دي كونغل نيلا ثلاثة دوينهم إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم وفإن الله كما كيف انت من هبتي وإن الله أعلم إذا كان يرضاها لنا تي ألا نويلني من إرقادتتي لم يكن قلب المؤمن والديوان تابير نجول الذين أون يحب ما يحبه الله جدك اللي يدي يغل عليها ونين أن يدي ويبغضها هاجون أن جده ويكرهها هاجون كنود فيكون في قلبي أليها غل ورنمك بدوا وتايرين جغنيد من غل ونحقد ونغنقم والد ضغين والد غش والد كنند الإنجل بل يحب أتفك برنجول ليد أدوم يحب قلب المؤمن برنجول ليد أدوم ويرضاها ولدهم تسكو جد تتلي جد تتكال أده كود ينقوني ينقوني دي أدو أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم والله جد تتلي جد يهول ديان إخلاص الأمر ينقال أود حديث
إخلاص الأمل لله ومناصة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. نعم نرد. نعم هاجوني كانكو ابن تيمية رحمة الله عليه، ووي وفي صحيح البخاري ومسلم صحيحين وغيرهما اتانا صحيحين فف انا عن عبادة بن الصامت، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع من الله صلى الله عليه وسلم على السمع ان عندي وطاءتي ضفتاري في العسر سمين غني شاديل واليسر سمين غني ياجين فف والمنشط سفتين امين والمكره انجي امين في بعد يونغا دي واسدي ويتنا دهوني دي فف حتى امين واجب من ضفتاري. وعلى أثرة علينا حيث أرديب يتي يامي حكي يامي كدي يامي كير تريم جودير دي فف مؤجري دي فوق بكير تريم هم دي تو دي أوتو دي جو دي خلنا ندين كده كم بكير تري جو دي اللي ده جيت ما سوشيت نيم وتوني لا بكير تريم جو دي اللي تان فيرتي كو حديث أجن لا دي وين دي جانغان أيه سبوني لا هذه دومنا هذه مؤثرة علينا وين يتد حكي دي فوف يتد جو دي اللي دي فوف جد دي فوف جوجو هذا لا ما ببي إيه والله هذا مبوي لا كفوف لا ما ببي نهبدي دوم يو وأثرة علينا شفتي إيه وعلى أن لا ننازل أمر أهله ومن بعيم من إلى كدب لنا البعيم أمين دي من باس الفور دير ديه جوموم إن جوم فياك بي فياك مأب ولا أن نقول دي من بعيم بكدين دي من ولا بعيم من دي من بيئت أو نقوم ولا دي من درطو هين قوتلوي نقول ولا نقوم بالحق درا دي قوان والحال دي قوان أينما كنا دي من باي وان دي فوف لا نخاف في الله لومة لائم من تو من كلتا دو ألا دو ينور ينور بيور بيو أري حديث قد هاجوني قرد الصحيح وأدي حديث قد كده كان ابن تيمية وبي وفي الصحيحين أري الصحيحين أيضا أن عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال وأن عبد الله بن عمر بي قال بي رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم إن وقت نجول المرء المسلم إن نجول لفيرت إن وقت نمك السمع ننده أرديبه والطاعة وافتادي فيما أحب كويد وكره يكو أن يفف كويد هدوم يكو أن يفف أيوة ندو خرج الحكام بندر كوكو يالتين تاكو بكو مجيد والله كوكو بنغاني كوكو بنغاني كو ودي دوم نكدي كون غاني داكو جيد دفن بيداك يالو وفتو تايوانا غوفي الله ko gofi Allah charo da gofi di hadisa di mangare matum sala gofi di kono hoto itti jungu may doftare ma hadisa di ngare ma ha la di sher shokrani gando e shar o wi ala mar in muslim wa dene do juddo hasamu nan de wattaati doftare fi ma habba ko yidi wa karihi ko ay ko any fuf illa yu'mar bi ma'siyatin sunna su yamira ma gofi fa in umira bi ma'siyatin su yamira ma gofi fala sam'a wala ta'at do nan de ala doftade ala gofi di ko wajibu wa su doftade gofi di yamira di هي حديث دون عبادة ابن الصامت يون دو نسفت المشير نو قرضاب دي ينو يبي جلتو يوم بن خروج على الحكام دي ولوني يا ستي لو هالي ساي يلا جات فيديو ولوني حديث قر ساي مسلم حديث حذيفة بن اليمان من ضرب ظهرك واخذ ماله وحديثك ضعيف يم قد حديث ضعيف تن بي هنا كدريم يلت دي سكام يون نو دي حمد مسلم دي جلت حمد مرسي وي داغوتاكو سابو اري حديث صحيحين حديث ابن عمر لما انقر حديث ابن عمر على المرء المسلم السمع ولم غنك ابن حديث ابن عمر ولم غن مجون السمع والطاعه وني بام بلاد بساري ما بي سار سن دين ما بيدو والله ما بيد يوم دا وانت ارت كم غندا دو بي اندي كوي بلاد بوب بيدا غندا دو حديث شلل محمد مرسي ميما نوتن بنغي او ادي حديث شلو دي لي يس ادن فوف يس كاميراج يوا الخطبه در جماعه قطرتون ايوه ما الخطبه وي على المرء المسلم لا يجوز لاحد بالمنادات يسقط النظام هدوم هنويت محمد مرسي سبوك رئيس منتخب انتخاب شرعي صحيح كان كون ولي امر مسلم يونو هاد ف هو ندي مجلت بيتو ان سوريا انا بجلت ولا نن دي بعد خروج ولا حسن مبارك ان بعد خروج نن دي من بحر صديقك ضعيف يعني صحيح مسلم ان جيت دي كان من جاب شلي حال دي كان ديواني مو انك شلي مود غن بيد ساري ما هي بي شدي بام بلاد من يوسف القرضاوي كلام
الشيء بشيء يذكر هون سيفتين تهون يو كون غير من حديث وكو شيفتور ميدو نتفون واي يد فيديو جمكو هيدرو نفر ميرا بو يتير مو تا وانا سامبي وانا ديمبي يو بيدو سا ياد مب تا ياد يوسف القرضاوي ان المؤمن تا ياد مب تا يكو جابل مب جابو دا دو ندو امين غوري نانتا تانكو كوميتو ماتو تامبين هارمو نكو هاتو تامبين هارمو يجوجي جابو دو جابل المود سيد قطب المود قرطابي المود بيدو بي ديدو خواري جوج ديدو خواري جوج جابو دو جابل ما غوندان ما جيدو بي سو امين غوري نان تاي ما بتان كوكو ميتوما ما يسوء كتن نتا رغم انفك ايو وي كان كسي امام ابن تيميه وي وفي صحيح مسلم اري صحيح مسلم كدو حديث قد حديث ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك حديث صحيح مسلم يعني صلى الله عليه وسلم عليك وأن يول دعو بالسمع نند والطاعة يدعو افتاد في عسرك ساوان يفعل يعني فف فترون تغاز والتيدي يو قول تيدي يو مار تيدي يو في عسرك فوق عسر شاد يل بعد وانت دي فو أزمة بعد وانت فو كريز بعد وانت فو كريز يبقى فقود ولا كريز بعد وانت فو so kiris dawru gol so ko faggud so ko sako sako ba do fof foko usrika ayo wo usrika sada woni e jam ya jende ho man shati kay softene ma wo makrahi kay e tamadi wala e forcede wa e wawni de ko nande den gel fo e wasde weledi dum ko yahata ko wa asratin alika e hudum e baftede ko makade da hakke ma nyame de kade da de do gede fof adeki bisami wa ta'a dum hoto yalti ma lis yima di dam hadith to sahih muslim hadith ujnara ta me jiyata ta chafanta ta jiyako wi kan gibin ta me to mana qawluhu wa atharatin alayka kun gulu athara alayka wa atharatin alayna kadi hadith goddo ay o wi firti dum ko wayni sta'atharu wayni sta'atharu ulatul umuri alayka kadi dum mon jettude hakke di fof nyaa je kera jawde de fof kambe lami be falam yunsifuka mbasa nun dan dimbas rokde mahkama walam yutuka haqqaka bi ndokani mako njeida ko kama fi sahihayn nun ard sahihayn ni hadith ad sahih bukhari muslim fof un hadith usayd ibn hudayr wa addi unkati hadith usayd ibn hudayr radiyallahu anhu wa ya an rajulan min al ansari gorko goto ansari ko bi khala bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala la tasta'minuni kama sta'amalta fulanan fa qala innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni ala al hawd ودا حديث قرد السيحين حديث أسعد بن حضير وي قرد قرد ميدي تيل دو دين الادة وي نلادة كو هاد ما لقين دي من لقين الركاريني ألا تستعملوني فير هاد ما ودي موالي ولا وادت نيل دامي تمي جود نوي ماتون وادك نيل دامي سمات كون أمير كون ولا ورا ولا وادت مبات ودعين ولا وانا أسي أمير قد دو هدو جيباي أود ونوي تيب السؤات يمبيات ديو بي أسكي ولا كنا ندي قتن كو لقي أون تنفاتي وظيفة كفاتي دو ya function tan hebe diggo hen to wi mbune sasara wi mbo innakum onon ansari an korke satalqawna ba'di atharatan chagalam ma on keb hudum hade hakkeji mo fiftilami bi makal mun hakkeji mo fasbiru kon non munyetan hatta talqawni ala alhawd ha kawriyan to wi dal kawthar to wi ndu hawd ni lado o wi wa hada kama fi sahihayn ko on dum do honon ardi kadi sahihayn jooni bukhari muslim عن عبد الله بن مسعود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ويقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم انكم بعد انها تكون بعد اثرة وامور تنكرونها نلادي شغلام ماكيو دون اثر وني هادي لا ما بكدي حكيجي مو من اثر ما دوم كيو شغلام وامور ني غدي تنكنون غاندون ادون ان بدا ماجي ان كارتي مو يعني فيرتي ما دي كيو نلادي دي ديو غدي فو ما دي كيو ايو جون نون فقالوا من بي يا رسول الله يعني ذلك كيف تأمر من أدرك منا ذلك همكم أمين كوردو اليوم هكم جامير تادم هنو وادت هنو لقندر سيدوم قال إن الله يتؤدون الحق الذي عليكم تطن حق ما بكم بها تيمة كي قندو داري منو نكون جو منها تيمة وتسألون الله الذي لكم يقولون أن الحق منو يقولون أن الحق منو حق منو حديث قرر صحيح بخاري مسلم أيوة هاجوني كان ابن تيمية توي وفي صحيح مسلم حديث أرسل صحيح مسلم توه من حديث وائل بن حجر ولا وائل بن حجر رضي الله عنهم قال وي سأل سلمة بن يزيد الجعفي
wande oɗo biyete Salma, goto sahaba biyete Salma ta bunu Yazid, abnu Yazid il Jufiyu, wana amni Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, faqala wiya Rasulallah, in qamat alayna umara'u yas'alunana haqqahum ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا سلامي أمين لأن لامبي بنام نحكي مع بفوف بون بوتي ودي بنام نتحكم يمامين بعدنا بفرصة بكادي أمين حكي أمين هكو جامير تا هكو جامير تا أمين نومين بعدن تا قال نيا صلى الله عليه وسلم كجابي فأعرضك نيا صلى الله عليه وسلم دورني عنه قامك فسأله ونامني قومول فأعرضني لا دورني ثم سأله الثانية أو الثالثة ونام من الأرض لا بلا والإم ولا تتبر ينون فجذبه الأشعث بن قيس قوت سعباب بيت الأشعث ويفهم ويتو وإن بلهم بين كان غندن الأرض فيه بل ون الأرض إذا جابات يوأشو هبني نام له إن صلى الله عليه وسلم جابي اسمعوا نانيني لام بدور نانيني واطيعوا وافتنم فإنما عليهم ما حملوا kunkuma be ko be ndonda ko so be golla nim kambe namnuti bakkato ko daade mabbe woni ko be pawa ko Allah fay mabbe be golluko so be golla nim kambe namnuti dum wana am miskinin Allah gila demo bolo bolo yo fadamata yi dakka ka taw bom isma'u wa atuna ni doftun fa inma alayhim ina dum woni o dum mabbe ma humil ko be ndonda ko kambe namnuti dum wa alaykum onon ne kay gandani ko e mon ma humiltum ko ndonda ko yo non ne ko pawdum ko onon namnuti dum يمن تمن هب تي في فذلك دوم ما أمر الله دير غير كالات دوكو أدي دوكو حديث هذه آية القرآن ذلك يدوم ما أمر الله به دونك الله يامريم ورسوله أن يلا دون صلى الله عليه وسلم من طاعته يدو أفتاد ولاة الأمور يأردي به يجي بفياك جل ومناصحته ملا بند بين هو دير يامر الواجب كون أو مسألة واجب كون بديل على المسلم دو جل وإن استأثروا عليه حيث ببعفتي حسب كدي جوم حكمون وقدمون أفتدم وما نهى الله عنه رسولك ألا نلار مكادكو من معصية من آيات بين والا وافد بين صلاة ودكو بين جميلكو فهو محرم ألينكو حرمنا جول وإن أكره عليه حسب وعونا مهين ينقرتين فصل قدو هنا وي هاجون كانكو بن تيمية رحمة الله عليه وي وما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة أمور ومناصحة واجب على الإنسان وإن لم يعاهدهم عليه ويقول الله إن لن مجمل كو يمل كو يجول بدوفت أردي بدومين يدوم كو نوات دو ندفوف ندجول دفوف إن وات دوم حيث آدون ديراني لام بين دوفت حيث آدون ديراني مام بين دوفت وإن لم يعاهدهم عليه سبب هو الله يمر ناصرا قال لي أمير نما جودا بتمي ما أدنى اللي ممجود سالي تيس بارجارو قاعد تان ولا ويدن وواند ولا نند دينك نو فهم تاني سووندي كابي دتين كتوم كان كوات دينه أصلا عادي عادي فك كوات دينه نو كعادي الله جاون نلو داني ما هي الله كوا عاد نو دم دو داني ما أنا تين قاعد تقول مون كوي كوم وما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحة واجب على الإنسان وإن لم يعاهد عليه وإن لم يحلف لهم من أيمان المؤكدة هايستي هو أنني بوند كو دوفتو هايسو وانني نوادي ويكما يجب عليه الصلوات الخمس ونجود جودي مدورين والزكاة والصلاة والصيام كواركا وحج البيت حج رسول الكعبة وغير ذلك تنام مما أمر الله به ورسوله من الطاعة قال يمرك إن لا أرمي ودوفت فإذا حلف على ذلك سووني هن كان ذلك توكيدا وتثبيتا لما أمر الله ورسوله من طاعة ولاة الأمور مناسعة سووني هن كان بيتو تنك 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 يامر أرلي نندون أصلا فريلو نني داني مكو أصلا سووني وان داني فهم يونو وان دون بيدت نتنك تنك تنك بيدت نتنك نس دي داني مكو كونو نوصوني وان دون نتواك حتى نو وقت داني نكو كونو نني وقت داني مكو وقت نو أصلا يقول وفتا دي بي لابن دي بريدو كم يولاة الأمور ويفا الحالف على هذه الأمور لا يحل له أن يفعل خلاف المحلوف عليه قوانا لهم دقان تاكدوا ودتانهمو تناقلوا واسد وفتالي بفرق سواء حلف بالله أو غيره أو غير ذلك سواء واندرك الله ولا تنالوم من الأيمان التي يحلف بها المسلمون كجول من قواندر واندر ديم دين قولا لهم كنت باي كنت تاك هس إن رام أيمان كنت تاك واندشار لأنا كنان دينك سواء أني سيري ولا سواء أني المسلم كريم لي ولا سواء إن الله نن دنجل إني رأي من كنونا قوندو جلنا عندي كوي تو قوندو رجاي هرم قوندر تيتان كو الله ثم ودي أبي كان ابن تيمية رحمة الله عليه فالحالف على هذه الأمور لا يحل له أن يفعل خلاف المحلوف عليه سواء
حلف بالله أو غير ذلك من الأيمان التي يحلف بها المسلمون، فإنما أوجبه الله من طاعة ولاة الأمور ومناصحة واجب وإن لم يحلف عليه، فكيف إذا حلف عليه؟ عندك وأنه أصلا قلوا أننا كساكنون سوى أنه بيتوتنك تنكتودي سوى أنه كان وقتا دي إيواني دون. وبي وما نهى الله رسوله عن معصيتهم وغشهم محرم وإن لم يحلف على ذلك. وقال لها لكم آجاد بين يهودار بين جنفا دلا بيكونن دي دينكيدي إنكو كهرمينات هايستيوي أوان دانو كو دوفتو تودو بي غشو دي بينكو كهرمينات يهوي. وهذا كما أنه إذا حلف لا يصلي أن الخمسة ولا يصوم أن شهر رمضان أو لا يقضي أن الحق الذي عليه ويشهدنا بالحق، فإن هذا واجب عليه وإن لم يحلف عليه فكيف إذا حلف عليه؟ نفوك وقتنا أصلا هسوان لنا. وما نهى الله عنه ورسوله من الشرك والكذب وشرب الخمر والظلم والفواحش وغش ولاة الأمور والخروج عما أمر الله به من طاعتهم هو محرم. هسو هو دان كو غش و كو حرمتا كو حرمتا هسو هو دان وعدته سو ودي ودي كو حرم. وإن لم يحلف عليه فكيف إذا حلف عليه؟ سنوس ودينكم وعدتا كدو ودي جدي الفكروني ولياني واند ورقو وودي كدو حرم. ويو لهذا من كان حالفا على ما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم أبي الصلاة أبي الزكاة أو صوم رمضان أو أداء الأمانة والعدل ونحو ذلك، لا يجوز لأحد أن يفتيه بمخالفة ما حلف عليه أو الحنث في يمينه، ولا يجوز له أن يستفتي في ذلك. ومن أفتى مثل هؤلاء بمخالفة ما حلفوا عليه والحنث لهم في أيمانهم فهو مفتر على الله الكذبة، مفتن بغير دين الإسلام، بل لو أفتى في أحد العامة بأن يفعل خلاف ما حلف عليه من الوفاء في عقد بيع أو نكاح أو إجارة أو غير ذلك مما يجب عليه الوفاء به من العقود التي يجب الوفاء بها وإن لم يحلف عليها، فإذا حلف كان أو كده، فمن أفتى مثلها جواز نقض هذه العقود والحنث به في يمينه كان مفتريا على الله الكذب، مفتيا بغير دين الإسلام، فكيف إذا كان ذلك في معاقدة ولاة الأمور التي هي أعظم العقود التي أمر الله بالوفاء بها؟ المدوك ننوالي ذلك وهالي دوكم هالكاك حال الشير ونا هالي فيس ونا تويتر ونا جوجل ونا كلهم حال الشير يو هذا كان فيه. وهذا كما أن جمهور العلماء ويدم دهن كما من قدرنا إن في وندي جمهور العلماء يقولون من جمهور العلماء كأول أن دبن بيا يمين المكره هدو يمين المكره بغير حق لا ينعقد. كذبكم دي دارو أنداد هنا أندر ندير فقه تون يسوي بيا إمام مالك من بيركو وندي تورلام تو سكام غا غانيام غا بادامني سورنام تو أي بنام لام دو وادي من فورا واد حال دم حديث نس حديث اون غاندا قالو وند اثر قالو وند يمين المستكره في بتاك من فرسا دو وون وندر مو في بتاك فنند دينغل هسه قصوني في دم وادي دمني ان يوب يوب تابتين دم توغا في ديفو بتابتين دم تو قال الغونغل هاي سو هدرا وينو امام مالك يعني هاي غوري هابلا يعني خروج هاي سو هدرا مني سو هدرا مني قصو سيليغا سو سيليتني wande o fiyama waɗamani waɗamani o hasso ɗum selli o wiyani o waɗani khuruj o yamiran hay goto waɗa khuruj o jogui temedde almuɓɓe jogui nananoɓe mo ɗoftanoɓe e o abbe lebbi o waɗɗani gelooɗi lebbi kanko Imam Malik on saaha ɓe immotoɓe ha Kairaman woni Afrique ga immotoɓe Bagdad immotoɓe banggueji foof Yaman ɓe en gimmo banggueji foof eɓe pi akbadul ibili eɓe gabbo ali mun madina on saaha konngol makko ko nanangol so wino yoɓe jaltu tan ɓe jaltan kono wiyani yoɓe jalta e ko wawi waɗde fo wiyani yoɓe jalta amma ceerno hannde e ceernaɓe de hawari juuji ɗiɗo joomi hasi ekkol mum uddata maslaha mum tan aduna so memama tan wiyata ko jalti kaɓe e maɓɓe ɓeɗo gooni heefere ɓalla ko nandi ɗen gel gandi kecci boni gooni Imam Ahmed ala façon fo torlamin jogiyte medde almuɓɓe أدنى فوف بقية ابن مخلد هم جمك ها إندلس المبين جيب بعدي دي فوف يبغى بخراسان يبغى بحال دي فوف يبين جمرو تامد الم بين جيجي أيوة تامد الم على سيف ترى يعني ما محمد رحمة الله عليه إما تونا سلمنا بقية ابن مخلد
yon nyande on fawate nde ton to otel to jippino to wananno ton bedda di fo goni koy id woni mawkibo min delegation alla kewal yimbe ayo jom otel kanyum andano ga jippi dum en jogi o daraj fo imam ahmed de kay al salmin de al mudmun de al mudima ahmed jippi don non wa fo jimmi dem non baynan ne de hala ni jidan be ulma be shariku maana fi twitter wal fi facebook wala unshurha wala 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 بيرك يا ما شاء الله كنا نانا جات انا تامد دي جودي السلام نانا نبي هذا جي داني بغنا بغا عامة المسلمين كنون سو من جامري تن تامد دي جالت ما يا هنكتي كنون كلا وحاس بك سنيا كو من جامر تا دون وات جومون كنيو ودا ما هوند ولا ويا ما هوند دوم يابين تا دوم دين دوم يابين تا دوم سنن نلا سنة سنة ونا بدي جناني بلاد ما جامين تويتر جامين فيسبوك جامين WhatsApp beedo ke joomum bi mam hasu bitkil mum udda weta ko jalti beedo goni hefere no cedde mawdi gondan en non wa fof yamin al mustakra fi baadi wasi fi baadi mun ko hada don mahallu mudum ko to fiqo ton en jida wuddo dina walla sayde bay rewden kono en ba firongo en jonnata ken sabu chukul dem ko wona dum chukul dem do taw وي يمين المستك يمين المكره بغير حق لا يناقض سواء كان بالله او النذر او الطلاق او الاعتاق وهذا مذهب مالك والشافعي واحمد ثم اذا اكره اذا اكره كي ولي الامر الناس على ما يجب عليهم من طاعته ومناصحته وحلف على ذلك لم يجوز لاحد ان ياذن لهم في ترك ما امر الله به ورسوله من ذلك ويرخص لهم في الحنث في هذه الأيمان لأن ما كان واجبا بدون اليمين فاليمين تقويه لا تضعفه هدمه ولا قدر أن صاحبها أكره عليها ومن أراد أن يقول بلزوم المحلوف كي مطلقا في بعض الأيمان لأجل تحليف ولاة الأمور أحيانا قيل له وهذا يرد عليك فيما وهذا يرد عليك لا يرد عليك فيما تعتقده في يمين المكره فإنك تقول لا يلزمه وإن حلف بها ولاة الأمور ويرد عليك مولي ولا ويرد عليك سائر الأنبيان في أمور كثيرة هدوم تفتي بها في الحياد مع ما فيه من معصية الله تعالى ورسوله وولاة الأمور ويفى أهل العلم والدين ويسند مسألة منه علاقتي متى متوية فأهل العلم والدين هنغرتي إما وأما أهل العلم والدين والفضل توزر ندير حال مكو سر هدو حال مكو تيغري كو ما اهل العلم والايمان ولا اهل العلم والدين ولا كنن دي يو ان سيفتي ما تان غاندال هدو ايمان غاندال كو بانغي ايمان كو بانغي غاندال كو بانغي دين كو بانغي وا جوغار غاندي رونر غاندي دين دي فوتاوا على هاي فتشر فتشتين دي دين على ايمان دون ان واتن حكيلين في وانا جوغار غاندال ون جوغار دي دين جوغار دي غاندال وانا كاني ون جوغار دي دين دي yadum non yallarkumen jogadi diini umburi tiddi taw jogadi diini de umburti sabdum goni tawfiq min allah jogadi gandal ngal en ko ko faggitte ballal allah nan hin kanu a faggitto fet sabu ko jangati yonno o yima amma hadudan mi wadin jogibe gandal jogibe diini wal fadli jogibe fadlu wa fala yurakhisuna li ahadin bien kan newon tay goto fi ma na allah anu مما أصيت ولاة الأمور إكو الله هديكو أعجاد أرديب بنيون انتهينا يقوت وغشيم بنيون انتهي قوت يهود أرديب جود والخروج عليهم بنيون انتهي قوت يالك الاسجيمان لام بجود بوجه من الوجوه حيي سوات بنيون انتهي كما قد عرف من آدات أهل السنة هنا أندرا نوي هنا أندرا آدات أهل السنة والدين أهل السنة يجري بسنة رجوم الدين قوان قديما وحديثا كبو يكو هسدي فف وي ومن سيرتهم ومن سيره غيرهم السيره تنامع تنافرت تنا اهل السنه كان غندرالو او بي كان كيبن تيميه يمرفت ما هي وي واما اهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لاحد فيما نهى الله عنه من معصيه ولاة الامور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه كما قد عرف من عادات ودم يا اهل السنه والدين قديما وحديثا ومن سيره غيرهم يقولون ان اهل السنه كانوا كما غندرا يا من غندرا كخروج
أي وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر أري صحيح صحيح مسلم حديث ابن عمر رضي الله عنه ولا عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينصب لكل غدر لواء يوم القيامة نستهي بقدر غدره وإن الله صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر إن يبني هنا دارنا نمون كلا كلا هو دوم غادر من جنفطون كلا جنفطون إن دارنا ندرب جنغ يوم القيامة درب بو هتو نيبتين ونيبتين كوي دو غل ولا كوي دو ليديتا ولا دو تولد تو نديا ودارتو ولا هتو دارتو كانو درب بو على ودارتو كوي هدو كوي دوكو دو مكو وني بن مكو كانكو جامفوتو دو وني اند استي وني تشغال مكو غال جودور دي وني كوي تكو دوبورتون استو وني دوبور يو دو بن مكو دو جاتي درب بو نيبتين ايو كونغول هتو كونغول ياتو ريك حديثو كو نونو حالتي اند استي وي ايه بقدر غدره فد هدو مكو فد جنف مكو فد ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه عند استه بقدر غدره فد جنف مكو حديثنا صحيح مسلم وي كان كي بنت عمل هبتي وي قال كيف قال وي وإن من أعظم غدره وين جياك بور مونده هدو يا ادم يعني بامام المسلمين ويوم فانتين كودون غارد هداد وني ارديدو ولا غارديدو جولب وحدث به عبد الله بن عمر وي عبد الله بن كبير ابن تيميه وي عبد الله بن عمر هادي ود حديث لما قام قوم من اهل المدينه يخرجون على طاعه ولي امرهم ثم اهل المدينه نوسا تي بين جلتي دو افتاري لام دو مين دنگاندي كو ويتي كو وقت الحره وقع موعد في كل بنير كو لومت غالي يزيد بن معاويه ونو يم برام دون في ونو كام بي جالت شاد ابن عمر كو ييبي كو كام بي وينو بي كام بي ويبي كو مابي جالت لس نجي ماندي لام دو وني يزيد بن معاويه وانا ابن عمر تنسلي محمد بن الحنفي يعني جاي سيرنا موبي هيو بي شالي نون كون بي كا شالي كون ودا كاي كل دي ايوا ما جيت نغوجي دي وقت الحره ها جوني غاندو تاريخون عندي دو غاندو تاريخ فوفنا عندي دو ايوا انويته ابن عمر هادم كو نبي بيدون جلتي مدينه نابي يتي جودي من دور لام دوم يتي جودي ما بودي ما دوفتر دوم لام دوم مابي بي 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 غيتي يزيد غايلوم تو غالي بي غيتي دوم بي ديوي مو جودي نو دون ولا كو نندي دينغل يو ابن عمر دو مدينه دو ونو ابن عمر وي اري صحيح مسلم نص حال ابن عمر صحيح مسلم نافع وي جاء عبد الله بن عمر الى عبد الله بن مطيع عبد الله بن مطيع اودو غوتو تابين كانكو اردينو بي نجالتو وادو خروج كانكو اردينو كانكو بودي لاف دي دوغو بي بي نجالتي بعد خروج جون عبد الله بن مطيع يابي كويدي مو غيل غالي مو ها يوتي غال عبد الله بن مطيع ان اري واجا دو وري لاف دو ريت دو موني شيرن ان او وني نيمتي نورغال والله هم عبد الله بن عمر اي ابن مطيع هلي ما بغون نيمتي نورغال ما هلي ما بهم جي دا يابودي كويغال صحابيان كجلي من فقهاء ومن علماء الصحابه كدي بي فقهاء الصحابه كبر ما بي بور بي اندو دي صحابه كانكو هورما كو جي ماوبي صحابه بي تبانغي غاندا تبانغي درجه فوف كانكو ابن عمر دي غاندي دي من فوف يو مكسرين وي كانكو دوم عبد الله وي نافي وي اثرو يودن صحيح مسلم يا صحيح مسلم وي جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن أري إلى عبد الله بن مطيع عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان كونك في أمر الحرة وسبك تحير له حر اللي ودي حر اللي إني راح حر اللي ونحرة حر حر مدين له حر بالير دين أيوه زمن يزيد بن معاوية وقته كلهم تقول يزيد ونم فقال يا عبد الله بن عمر وي عبد الله بن مطيع كي أمين عبد الله بن عمر يتي قال له أمين يطرحوا دي أبي عبد الرحمن وسادة بيرتني من بيتني فلان بيرتني من لو جودي بسم الله ديما فقال عبد الله بن مريم إني لم أتيك لأجلس من جند أداني مدو جند ما أرداني ما فرها من جوده دي وانا دوم أدم ألا كو أدمي أتيتك غارمي ما كلي أحدثك حديثا كم حالا ما حالا والمحدث حالا ما حديث مغاندا سمعت منني اي مناني من اران غد دي مناني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني من خلا يدا كلا جيت دو جونغوم جلت دو افتار في تلقي الله يوم القيامه حور الله نرم يدرغم لا حجه له على هد حجه غوت يسال ومن مات وليس في عنق بيعه كلا ما يدهد داندم على بيعه غوت مات ميته جاهليه او ما ميته جاهليه
ايوه ها جوني تو صحيحين او وي وفي الصحيحين كم ابن تيمية اري الصحيحين عن ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم من رأى من امير شيئا يكرهه قال جيد امير مدم هون دم 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 هون دك يلاني دم هون دتن شيئا كنكره يكرهه كو يلاني فليصبر عليه يومين يومين هو ايوه فانه ليس احد سب ونان هي قوت من الناس يخرج او يلتمس من السلطان لسن ديمان لاب شبرا فد سبرتن فد سبر فمات عليه ما ينغون يسو الا مات ميتة جاهلية سنة ما يميت جاهلية حديث متفق عليه وفي صحيح مسلم على صحيح مسلم هاجون عن ابي هريرة اريق ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال والنيران بي من خرج من الطاعة من جلت الاستوفتار وفارق الجماعة ويسيرت ويلتي دنتل وسير دنتل جول فمات وما يندر دوم مات ميتة جاهلية ولا ما يميت جاهلية ومن قاتل هاجون on hodum kabad mon qatal on kabarad e haba e lu e sorni les rayatan ummiyatan wa raya ummiya yaghdabu li asabiyatin wa habara tan kulen yam len mago yani di asabiyatin habara kulen yam len mago aw yadu ila asabiyatin walla o nodde len len mago ngindam walla hoto mem ngindam walla ko nande de ngede aw yansur asabiyatan walla o walla hodum len yam mago faqutila sawara mahin فقتلته جاهلية وما يميت جاهلية وفي لفظ أري لفظ من أمتي ديات ولي نمقل من أمتي ولي من مات من أمتي ولا ما ليس من أمتي كي لفظوي ليس جاك أمتي جاك إلين لم من خرج أن جلت على أمتي إلين لم قل كتير جاك إلين لم قل أن جلت إلين لم قل يضرب برها وفاجرها إنا هدوم fiya wala ene wara moye bondo fuf faltak sawru gumdo fit wala sawru gumdo wala yatahasha min mu'miniha warantu ta ko juldo wala yufi li dhi ahdiha wa hubna ta juma ahlu dhimmi firtun hefre bisa foko ni nyun nela en kari bi don ko ummatul ijaba kay ummatul da'wa wut den dangal bibbe adam en tugun nela nela faade dar ngal foko li nyun nela noti be won ummatul ijaba do o labinani وليس من أمتي من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها وإن أمة إجابة ولا يوفي لذي أهدها وهو ابن تبعون أهل الذمة المستعمين إنه لمعاهد أن كنا ندهن من هفرق بأن جوغ نرى بدهم فليس مني أنجياك بعدني أنجياك ولست منهم يجيك أريد صحيح مسلم ابن تيمية ديلو حديثة قرده وحالما جيش حديثة يكتشيين بيبه بيدو وعد بني بيدي جيش بيكتشيين ويكو فالأول هو الذي يخرج على أن طاعته ولي الأمر ويفارق الجماعة مكسف جدا هو الثاني هو أن جلت لصد أفتار الامب وسيك دينت ويالتي دينت الجول هو الثاني دموك هو الذي يقاتله لأجل الأصابية دموك من كبرتير لنم لنماغو والرياسة كبرتير إلى دلامو لا في سبيل الله كوالدا لا ولا الله ايوه جيلتون الكودتا يكسنيوم جابوا الكودتا جما نني اتيدم لو ايوه هو الذي يقاتل لاجل العصبيه والرياسه وانا هبي جابوا تك جابوا جيلتون لا جت جابوا ما بلا فوس ايوه تي وانا بلا دي ونودي لا في سبيل الله غندا حبرك لا ولا الله كاهل الاهواء مثل قيس ويمن وانا ود هدوم يرو قيس يمن بانوني on sali yigonno ton to shamto e affaire en do be non balla be to be non balla be kam e ko nande den gel dum ina andato bangi tarikh ton o wi wasadiso gel el tata bangal ko misra alladhi yaqta'u tariqa won bo yu yadrib ba fajiraha won on on tata bo sifata tabo ko misra alladhi ko on yaqta'u tariqa won tajo be labi won be laddi jina tajim be aggression bara be non badani فيقتل من لقيه من مسلم وذمي بحورت سجول سذم ففورا دون ليأخذ ماله يتجود ويوك الحرورية مارقينكم خوارج كتب مارقين الذين بين قاتلهم علي بن أبي طالب بعلي بن أبي طالب حبي موين الذين قال فيهم بين صلى الله عليه وسلم في موين يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم صفات خوارج ينقرين هنا كارين نرد وكالة تعودهم بفقتلهم بريب يكون غلام ورد مناسب بريب فإن في قتلهم أجرا عند الله سبوين ورد ببراج مولد الله
لمن قتل من دبرت بيوم القيامة هي لهم دارنجل حديثه أكو متفق من حديث البخاري ومسلم فوق. نعم أخت. نعم ابن تيمية رحمة الله عليه وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر. أنا سلسي لوفتادي ولي الأمر وإن كان عبدا حبشيا حسك عبد جاد حبشا. من مجد جاد حبشا كما في صحيح مسلم هنا أرد صحيح مسلم من سلسل النبي اسمعونني وأطيعوا لوفتادي وإن استعمل حيث لم يعمل. عليكم دومون عبد حبشي مجد جاد حبشا استعملكم وإن كان بلم. إن كان هنكي كوبكاله اللي ما ينقرتن كان إن شاء الله كانوا أبو استعمل هلا ونجوم وأنا كان يوم خليفة موضوع. نقولن من أتنك وظيفة نركع عند الدولة سبق استعمل ويما فلسيفتر حديث أنصاري أنك أين دو أرين رأيك ألا تستعملوني فلسيفتر كونغون والد يجي واد فيرن غندا دوم واد فيرك الفلسيفتر دوم أن غندو نو دو بيد أندو نو أفو ما مدين كوانا همين ونحال إمام هدوم ابن حجر رحمة الله عليه در فتح الباري دو حالة حالك دو فرت الحديث دو فتح الباري دو هنا وحال دي كان ابن حجر هذا من يوتي هذا ابن تيمية كان تو حديث إمام بخاري قالت صحيحة حديث جنا جيد دي تعمل در شفنا جديد تو ويدو كانكم محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري رحمة الله عليه ويحدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة يا ابن حجر الشرين نبي اسمع واطيعوا وان استعمله بضم المثنات على البناء للمجهول اي جعل سواء دام فيرتي عاملا عاملا ودام عامل هي سنني ام مال تنفيرتي كل غنتو بلا ام دو موضوع وانا كم نقول لام دو موضوع هي عامل تن ان جعل عاملا بان امره دم اماره عامه على البلد اماره عامه على البلد ورنغو ففكم ويرتن كوف ولا بصر ولا كان كون امير بصر ولا كوف ولا بحرين ولا كنند دنجل ولا اياما ونسا او مثلا يغير بان امره اماره عامه على البلد مثلا او ولي فيها ولايه خاصه ولا ولايه خاصه ندير بلد نكو ونجا ونكون كون والي الله ونكون لامتا هون كالإمامة في الصلاة ويلمون دجول نوعين دون أو جباية الخراج والله هيدكو خراجة كانكو أو مباشرة الحرب والله كانكو هيدكو أمير الحرب ديوانو ويفقد كان في زمن الخلفاء الراشدين من يجتمع له الأمور الثلاثة ومن يختص ببعضها ابن هجري خلفاء الثلاثة خلفاء يوين ونيدو يانو داينا ديوان تاو جوغي غيدو ديدو فليم تاد دو ديوانو تا كان كون ماودو تو بانغي هار كان كون ماودو تو بانغي خراج كان كو جول نات كان كو بادا ديدو غيدو فو ساجا دي نيدو هي تاو كان يوم هودو تا جوغي تان كو هوند هين واي هين ني جول او هين ني دو موي هين ني دو يو نون كو هادي دو ني وني كو وي تان كو كان كيبن حاج ووي قوله اسمعوا واطيعوا وين استعمل عليكم بضم المثنات على البناء للمجهول أي جعل عاملا بأن أمر إمارة عامة على البلد مثلا أو ولي فيها ولاية خاصة كالإمامة في الصلاة أو جباية الخراج أو مباشرة الحرب فقد كان في زمن الخلفاء الراشدين من يجتمع له الأمور الثلاثة ومن يختص ببعضها وجكوا بقول حبشي بفتح المهملة والموحدة بعدها معجمة منصوب إلى الحبشة فرتي أسنين على حبشة ومضى في الصلاة في باب إمامة العبد عن محمد بن بشار عن يحيى القطان بلفظ اسمعوا واطيعوا استعمل حبشيون وفيه بعد باب من رواية غندر عن شعبة بلفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع واطيع ولو لحبشي وقد أخرج مسلم من طريق غندر عن شعبة بإسناد آخر إلى أبي ذر أنه انتهى إلى الربدة فإذا عبد يأمهم فذهب يتأخر لأجل أبي ذر فقال أبو ذر أوصاني خليلي فذكر نحوه وظهرت بهذه الرواية الحكمة في تخصيص أبي ذر بالأمر في هذه الرواية وقد جاء في حديث آخر ودوم الأمر بذلك عموما ولمسلم أيضا من حديث أم حسين اسمعوا واطي ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله ابن هجر حديث مسألة شرح ما كن جوكي حديث وقصين دون جنون سوين دمتن
ko ibn hajar haali ko taw wona haala amin joni ngarten ibn taymiyyah rahmatullahi alayhi o wi kanko ibn taymiyyah rahimahullah ko wi o wi ko كان كيما تاميت رحمه الله ويكم نو ادي حديث او ادي حديث غدو كيتي وي وانا ابي ذر رضي الله عنه قال اوصاني امرت نوم جون ابن هجر هذا نوم صحيح مسلم اوصاني خليلي ان اسمعوا واطيعوا ولو كان عبدا ولو كان كي حبشيا مجدد اطرافي يا حديث لو اري صحيح البخاري كدوي وان البخاري ولو لحبشي كان راسه زبيبه وفي صحيح مسلم كلي ان ام الحسين يفوف ابن هجر جوفني ممدي يا رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحجة الوداع وهو يقول لو استعمل عبدا يقودكم بكتاب الله اسمعوا واطيعوا إيه فوق استعمال إيه فيو فير تاني وند جون واي وند أمير مولو على إما كو تندل تنفير تندل إما كو دون ولاية خاصة ولا من الديوان ولا أردني تكون أولا ولا كنندهم وانا شرط وانا خراشينك دوم كان وانا شرط وانا خراشينك وفي رواياتنا جون عبدون حبشي مجدع وفي صحيح مسلم هاجون حدني أن أوف بن مالك حديث أوف بن مالك رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين يحبونه ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم هي نلاد هارون بور مدلا منكم من جد من جد من جد من عند أولن دون أولن من دون أمر من يصلون ايه بوري بوندي لا مو فوكو بي غاني دون نغاجي مون اودو كودو دومن نكودا مون يوني صحابه مبي قلنا يا رسول الله مبي يا رسول الله افلا ننابذ بالسيف عند ذلك ودك حالي من يودو من يتسلي ماي فيرتي من كبا مابي سو مين جوتو دي ماي مابي دون كو نيلا دي نيلا دي دا ما اقاموا فيكم الصلاه دون دي بك دي ابن دي جولو حكو دي مون ندير مون لا نيلا دي ما اقاموا فيكم الصلاه ايوا لا ما قاموا فيكم الصلاه يون دو دو مقتاجين بتاجدين بنغد اي حديث حديث بتاجام بون كو صحيح مسلم تن هدا تن هدا ان جيلتو دو كو لا بي جيلتو دو كون نيرادو لا ما قاموا فيكم الصلاه لا ما قاموا فيكم الصلاه حديث هذا عند نيرادو على من ولي عليه وال فرآه ياتي شيئا من معصيه كلا بو غندا وي والي غوندو دوم كي فيرتي لام مون وادا كو فيوان سو باكو لام ماودو ولا كو بلام لومتين دون يدم نبدا كفيان ولا نبدا غوفي فليا ترى ما ياتي من معصيه الله يو ان غوفي ديكم يو ان كنن ولا ينزع عنا يد من طاعه كن هتو ات جونغ ماكو ليس اي دوفتار لام تو ات جونغ ماكو دي حديث سلل صحيح مسلم بتاجت حديثو بين بترم تن هدا يال حديث غنار دي يوا كو شفتات هن كن بنرت معنى حديثو نبي صلى الله عليه وسلم وي حديث في مالك صحيح مسلم نمر حديثو صحيح مسلم كو اجنر تيمي جيتو شابان جوي جوي نسأل سنويت خيار أئمتكم الذين تحبون ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قلنا يا رسول الله ألا ننابذهم بالسيف عند ذلك قال لا نسأل سنويت ما أقام الصلاة لا ما أقام الصلاة لا بديد وجكوي ألا من ولي عليه واد فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة شوف دم حديثك نمارك هجون في صحيح مسلم عند صحيح مسلم هجون حديث قدو يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يداه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا الذين يعدلون فيكم وأهليهم وما ولوا لكم برجاري لا بنون دب ولا حديث هيا هركم برجاري له لا به نون دب المقسطين هو نون دب بيد جنگ يوم القيامة تكوي منا بيروج يودن تكوي جل من براج تكوي النور تنيام جمرة سبحانه وتعالى يجود ما كدي فوف كنيام كان كجمرة سبحانه وتعالى الذين يعدلون في حكمهم بين غندين نون دب نياور مون وأهليهم نون هاي كوريج مون ko hay galleji mo en yo non de galle ma wad non dan galle ma ko rejima e kanan de gede e wama wullu e ko be ke anay mo fof ko be laminay mo yo wa fi sahih muslim yari sahih muslim an aisha radiyallahu anha annaha sami'at rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa addika ibn tamir hajun wi won muslim hadith sahih mumto in sallik muslim hali hadith sahih mum nimr hadith sahih muslim ko jinara temajiyatati no ga sejiyatati
حديث عائشة رضي الله عنها ونني كان عائشة صلى الله عليه وسلم بيا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ونيا صلى الله عليه وسلم دعون له وند غوندو جوغيد نجيمان ولا جوغيد سلطة دو لينن ماكونغول سو بون سو موسنا نيبي نيلا دو هوديم بو يالا موسنا بو يالا سكينا بو so newni yo Allah newnam yodum da ko sappor wonande e dambe be nun dani wala jogedi wilaya fof e lenyol nerado sallallahu alaihi wasallam o wi aritu sahihayn kon non e athar won ko sahih muslim tan elli e yakanu kanko yego fi sahihayn anil hasan al basri kon athar won ko sahih muslim e tema dere e chapanne dit sahih ma muslim al wadi wadum ton hasan al basri qala wi hasan al basri wi ada abdullah ibn ziyadin ما قيل ابن يسار في مرض الذي مات فيه ما قيل ابن يسار كويس غوتي صحابي عبد الله بن زياد يجور يا دم دي ونيامي دي كانكم عقي ايوه مر يومك ام بو امك كانكم عقيل ابن يسار رضي الله عنه فقال له ما قيل ما قيل عبد يعني عبد الله اني محدثك حديثا من بلا حال ما حد حال بلا حال ما حديث سمعت من انيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني نمين سمعت من اني رسول الله من الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي ما من عبد ولا نهي جياد غور يسترعيه الله اللين اين نم رعيه نغاين انتير نغاي وند فوف يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته اللي حرم الله عليه الجنه صبر مولتنا الله قال هو لا ربا دان جونغما ان جوغي دو بيند او جاتي دو تولم يوتنديم بي بي كو سبو قال جوغي رايك غاينينا دو كلكم راي وكلكم مسن رعيتي لام دون كاي كو غاينينا دو كاي بي ولا مي بي كو نند دي نغي دو فوف اون ناتيهن ند فوك دي ناتيهن هندو تنسل سمع من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش في رعيته إلا حرم الله للجنة أري رواية مسلم أي ما من أمير يلي من أمر المسلم شيئا ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة هذا رواية ويك لا أمير مغان واني جوغي إمار نوفام إرفو فيرتي اندر دو جول بيبي أيوة واسي اكتي ود تينار ماكو يم لابان دي بريد واسي ود تينار ماكو يم ديان دي بي دو دي بي دو نغو مجن سو وانا تن كنكو دو نادة تايمة بي الجنة سابورون فير سمينات الجنة كنكو نادة تا يو سابورون يو حديث قدو حديث صحيحين حديث غندا لما غندو دون ونفوف إلي حديث ابن عمر رضي الله عنه ماني أسأل سنوي على أنه قال ابن تيمية دي ودي حديث وكانكو هجون وين الرسول دي ابن عمر وين الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع في اهل بيته ايوه رجل راع في اهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمراه راعيه ودوم على بيت بعلها ومكم وهي مسؤوله عنه والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ذكرته هنا تصحيحين يكون حديث ويكون صحيح مع مسلم حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا خلاصة قصة وجعفر درس جوت فيه نبي صلى الله عليه وسلم يدي نل دكون وأرد نكون غرق غوات دم جيها عند الله دغرق لام أمير كون سكن يبي ويا بتينو لدي بتينو لدي ويا بكوب دودال بكوب ويا بنات عند دودال قال ودي بي بنات بين بألا وين دوك دي ناتر الدين الإسلام دوك دي جانج دي ما تري ناتر جانج day de ngarti ni dan halana dum ni rasul sallallahu alaihi wasallam wi tawino sonnatino jenge on jaltata magge ha yawmul qiyamah doftare ko ma'ruf doftake gof ni doftataake gof dum woni asar qissa ko halata ko yo dum woni to sahih muslim to ni rasul sallallahu alaihi wasallam ba'atha jayshan wa nilina kunu wa hadith ali ibn abi talib radhiyallahu anhu wa amara alaihim rajulan fa awqada naran fa qala idkhuluha فقالوا ادخلوها كيفيتهم فأراد الناس أن يدخلوها وقال الآخرون إنما إن فررنا منها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة وقال للآخرين قولا حسنا السليب بفرت يومان تبي منكم باسد وفتادي قوفكم وقال لا طاعة في معصية الله دون سبب ورود الحديث لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف إنما طاعتهم في المعروف يعني وين يكون جندا تن ودين جل قاسي على الشيرنوم ابن تيمية رحمة الله عليه ربما جلده إن وابي واي تاخد وادي كادت وني مجاري سجديد ربما يهين واي تاخد جلده كادت نون من جارة من في جزاكم الله خيرا وفقني الله وياكم لما أحبه ويرضى
وجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله ولكم أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.